جديد وحييكم مشاهدينا الكرام وارحب بضيوفي الاستاذ غالب الشابندر الكاتب والسياسي. حياك الله استاذ غالب. ابو عمار حبيبي الله بالخير. الله بالخير يا اخي. حياك الله. حياك الله وبياك. كل الهلا بيك. وايضا ارحب بالاستاذ ابراهيم الصموي داعي ابو زينب. حياك الله حبيبي. سعيد بعودتك، هاي اول مره نلتقي بعد عودتك للاعلام بعد وقت بعيد. ايضا سعيد جدا بوجودك. سعيد جدا بوجودك الحبيب. حياك الله دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبأ للدراسات الاستراتيجيه. حياك الله دكتور هاشم. حياكم الله دكتور محمد. ابو عمار السيد اليوم قاطع الانتخاب، دعا انصاره لمقاطعه الانتخابات. يبدو انه بعض الاشخاص اللي ينتمون للتيار الصدري مرشحين للانتخابات ولذلك جت رساله. شو رايك بالموضوع اللي صار اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك ومرحبا بضيفك الكريمين، خصوصا بعد فراق يكاد ان يكون طويل نسبيا، يعني مع الاخ العزيز كذا. هو من حقه يعني ماكو فد اعتراض بحكم القيم الديمقراطية، النظام الديمقراطي، ليس من حق إنسان أن يعترض على فيما دعا إلى مقاطعة الانتخابات. لكن الذي يثير الانتباه هو أنه قسم من المحسوبين على التيار عندما يرشحون أنفسهم قد يشير إلى أنه التيار لم يعد بتلك الحالة من التماسك ومن الانضباط. يبدو هكذا، وإلا لو كان في الحقيقة أكو حقيقة كما كان التيار سابقا على درجة عالية ومستوى عالي من التماسك والانضباط لما جازف بعضهم وقدم للترشيح. وعندما أيضا يعذرون أو ينذرون من أن يستمروا في هذه الحالة دليل على وجود اختلاف. هو دليل على أنا اللي أقول إذا كان هذا الشيء صار في داخل التيار هذا شيء جميل، لأنه هذا بداية رؤية ديمقراطية للأشياء، بداية أنه هم يردون يتناقشون مع القائد، هم ربما يختلفون مع القائد، هم عندهم وجهة نظر أخرى. أنا أعتقد لو كان السيد مقتدى الصدر في غاية الحنكة في حنكة سياسية أنه يتباشر خير بهذه الحالة. يعني شنو؟ من ناحية إلى أنه لم تكن هناك تبعية مطلقة وإنما هناك اختلاف وهناك تناظر بوجهات. بس ربما هذول مو هذا شيء جيد. يعني ربما محسوبين على التيار الصدري مهما ربما كان يدعون أنه حتى إذا محسوبين حتى إذا محسوبين حتى إذا محسوبين. إحنا من الأمور اللي نقول إن أنه التيار الصدري يجب أن تسود الحالة الديمقراطية في داخله. هذه قضية مهمة. ما يصير تيار صدري. ها؟ ما يصير تيار صدري. ما يصير تيار، بس هو لازم يكون بهالشكل هذا. لازم يصير يعني أنا كتبت كتاب. ليش؟ التيار الصدري حتى بمرشحينه. نعم. في وحدة من الانتخابات وعلى ما أتذكر. انتخابات تمهيدية في كل الانتخابات. سوى انتخابات تمهيدية للمرشحين. انتخابات تمهيدية للمرشحين، واللي فاز رشحوه للانتخابات، واللي ما فاز ما رشحوه. يعني حتى هاي الديمقراطية اللي موجودة داخل التيار الصدري. نعم. هسه يمكن القرار على مستوى أعلى مختلف، بس على هذا المستوى أكو ديمقراطية بالتيار الصدري في اختيار المرشحين، في قضية الترشيح، في غيرها. يعني لا أنا شو أقول إنه هاي الظاهرة أو هاي الحالة قد تبشر بوجود وعي ديمقراطي داخل التيار. زين، واضح كلامي؟ تمام. يعني واحد يقول لك أنا أشوف من المصلحة العامة ومن مصلحة الشعب العراقي ومن مصلحة العراق أنا أرشح، وبذلك يخرج عن هذه ما أقول القوقعة، إنما يخرج عن هذا المحيط المتماسك جدا الحديدي. يعني تمام شلون؟ هذه تبشر بخير داخل التيار وكلامي. كما أننا نريد مثل هذه الحالة توجد في حزب الدعوة ويوجد في المجلس الأعلى وفي تقدم الأحزاب. إذا ما فيها ديمقراطية بالداخل شلون يصير البلد ديمقراطي؟ تمام تمام كلامي لو متمام. واضح. خلينا نوقف عند كلمة. ديمقراطية البلد من ديمقراطية الأحزاب. هيمنة الفاسدين والتبعيين. السيد الصدر لما دعا للمقاطعة قال أنه هذا يقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين. هاي الكلمة ايش تقراها شلون؟ ما يخلص يخلص، هم راح يجون وراح يتقبهم نفسهم. بالعكس، عدم الاشتراك بالانتخابات راح يسمونه راح يؤدي الى تكريس وجودهم. يعني لو يشتركون بالانتخابات وفقط يسلمون الورقه بيضاء، هو هذا نوع من نوع المقاطعه الحقيقيه. المقاطعه الحقيقيه هكذا تكون، الورقه البيضاء تنتقد هؤلاء اكثر من المقاطعه. واضح كلامي؟ زين. الورقه البيضاء ادانه
يعني انا اشتركت وما راضي. اما ليش لا انا ما راضي، انا ما بشترك انا ما راضي. فلذلك في الحقيقه يعني هاي اللغه لغه المقاطعه انا شخصيا مو وياها. هسه تعرفني انا اقول هذول فاسدين وسراق وحراميه وكذا وكل شيء تمام تمام تمام، بس اشترك بالانتخابات. بس راح اسوي ولو هذا مو سر؟ راح اسلم الورقه بيضاء. الورقه البيضاء هي الادانه او هو عنوان الاعتراض الحقيقي على هؤلاء. اما عدم هذا مو اعتراض، هذا بالعكس تكريس. واضح كلام؟ تكريس. تكريس تمام. استاذ ابراهيم وين يريد السيد بهذا الموضوع؟ استاذ محمد تحيه. تحياتي واشتياق لك كبير اخي وصديقي العزيز. عمي ابو عمار انا جدا مشتاق لك وسعيد ارجع اشوفك. الله يخليك. واليوم اكرمتنا حقيقه، الله يكرمك. اكرمتنا مرتين، مره بوجودنا وياك ومره زين بسلامك علينا جوا. انا يمكن خليني بس على المود ما انسى الورقه البيضاء اريد اعقب عليها، بس انا اقرا الموضوع بشكل مختلف عن القراءه التي تحدث بها استاذنا الكبير استاذ ابو عمار. انا اعتقد انه شوف، هي اذا صارت جزء من مشاركه بعض كوادر التيار فقطعا احنا كنا نعرف ان ليست كل قيادات التيار الخط الاول كانت راضيه على الانسحاب من البرلمان والحكومه. وبعد ذلك لم يكن الموقف واضحا كما هو واضح الان من المشاركه في انتخابات مجلس المحافظات. يعني كنا ظلينا نسمع انه التيار يشترك بواجهات، بعض عناصر التيار حر، ما سمعنا موقف مركزي من الحنانة يقول بالمقاطعة وعدم المشاركة بالانتخابات. لذلك أعتقد أن هناك بعض الاجتهاد لقواعد أو قيادات وسطى صدرية، طبعا قيادات الخط الأول لا يمكن أن ترتكب هذه المجازفة وتشترك في الانتخابات، للمشاركة في الانتخابات. هذه المشاركة لو حدثت ستعتبر مشروعية للانتخابات من قبل السيد مقتدى الصدر، وستحسب عليه مشاركة وهو مصر على المقاطعة. أنا أشوف انه بعد ان تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الانتخابات، احنا اذا مضينا مع حاجتنا للانتخابات اللي انا دائما اعتبرها تنفيس للازمه السياسيه بالاطراف بدل ما تنحصر وتتفجر في الراس، مع كل الملاحظات ترى موجوده على الانتخابات مجالس المحافظات، احنا نظامنا تعددي اتحادي، نظام لا مركزي بالاداره، نعثر ونقوم. بس بصراحة هناك نوع من الإدارة المحلية مطلوبة لكل المحافظات بدل المركزية. زين زين. ومثل ما قلت لك تنفيس للأزمة السياسية في الأطراف، بناء الوزن السياسي، جس النبض، تهيئة، انتخابات نصفية. إحنا بصراحة صار عندنا عدم توازن في المشهد السياسي الرئيسي منذ أن غابت انتخابات مجالس المحافظات، يعني منذ إجراء آخر انتخابات. لكن بما أن هذا كان موقف السيد، أنا أعتقد أن الأزمة السياسية ستكون أكبر في الانتخاب هسه بالجديد. نعم، بدأنا نشهد اعتراضات للجمهور الصدري على الحملات الانتخابية، وقد نشهد اعتراض على إجراءات الانتخابات، وقد نشهد أيضا عودة للأزمة هذه المرة في الأطراف. لذلك أنا قلتها لبعض القوى السياسية بشكل شخصي وأقولها الآن، هناك عدم توازن وخلل في التوازن السياسي بغياب التيار الصدري. زين. وإذا كانت هناك فرصة واحد بالألف، وأنا أعتقد أنها موجودة، أعتقد ليس لدي معلومة، أن إجراء انتخابات مبكرة، سشقد مبكرة ما أدري، قد تأخذ سنة سنتين. قصدك مجلس النواب ومجلس المحافظات مع عودة التيار الصدري، بصفقة عودة التيار الصدري، أنا أعتقد هذه ستكون أفضل للقوى السياسية التي ما محتاجة إلى أزمة مع التيار، للحكومة اللي ما راح تحتاج أزمة مع التيار، وقد تحدث في مواجهتها أزمة عندما تستغل قوى سياسية كبيرة وموجودة وإلها شرعية. زين. غياب التيار الصدري وتؤسس لوجود كبير في المحافظات، تستغل الديمقراطية وقد لا تستجيب للحكومة، وقد تمثل توازنها السياسي. تمام. لذلك هذه إشارة من بس استاذ إبراهيم، يعني اللي نسمع دائما من الكتل السياسية وأنت أكيد سامع أنه حاولوا في أكثر من مرة إقناع التيار الصدري للعودة إلى الانتخابات للعملية السياسية، لكنهم يرفضون باستمرار، يرفضون. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ مع أني شوف حتى أكون واضح، أنا أكثر واحد أريد ولاية بلس سنة
ولاية بلس سنتين للسيد السوداني، ثقة بيه وإدارته وبشغله. هسه ماكو رئيس وزراء، ماكو حكومة ما عليها ملاحظات، زين زين. بس أنا أعتقد يعني أشوف أنه تركيز الموازنة على المشاريع الاستراتيجية، طرق، جسور، بناء، هذا يقول لك أكو جدية للحكومة قد تنتج، زين، وأكو جدية للحكومة ما تريد تروح للتنافس السياسي. بس أنا أعتقد أنه التضحية بسنة الحكومة، أعتقد لو قدمت مشروطة بانتخابات مبكرة، الموقف كان في موقف الإطار لا مبكرة، يعني إحنا ما نسوي انتخابات مبكرة، لكن إذا قدمت التضحية بسنة، سنة ونصف من ولاية السيد السوداني، مع فسح المجال له بالمشاركة في الانتخابات، مو أن يمنع أو يطلب منا عدم المشاركة مثل الآن، أنا أعتقد أن الصدريين قد يناقشوا هذا العرض بجدية ومن الممكن أن يقبل. تمام دكتور هاشم الكندي، يعني راح يصير إخلال بشرعية هذه الانتخابات كما يقول السيد مقتدى الصدر، ولذلك يعني دعا أنصاره، وتعرف تيار الصدري ناس مطيعين لكلام السيد مقتدى الصدر، متبعين لكلامه، فبالتالي عندك على الأقل الآن 1,000,000 شخص ما راح يطلعون للانتخابات. جهت التحية للدكتور هاشم، فأرجع أوجه له التحية وأعتذر لكم الله. يعني الآن عندنا 1,000,000 شخص تقريبا، أي ربما أقل شوية أكثر، ربما ذول الأشخاص خارج منظومة الانتخابات المحلية القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم دكتور محمد ولضيفيك الكريمين الأستاذين الفضلين ولجمهوركم وملاكاتكم. الانتخابات قبل كل شيء هي حق وواجب، والحق مقدم على الواجب، وبالتالي الاختيار بمن يريد أن يشارك في الانتخابات مرشحا أو ناخبا، هذه جزء من حريته التي يكفلها الدستور. هذا الأمر ينطبق على الأشخاص وأيضا ينطبق على الجماعات والكتل السياسية. مسألة الواجب هنا تدخل إنه هذا أداء هذا الواجب يدخل عند تصنيف الأغلبية والأكثرية في دعم النظام السياسي. نحن لا نتحدث عن مشاركة انتخابية كناخبين كتعبير عن الرأي والاختيار في دعم طرف معين، وإنما في دعم أصل العملية السياسية والعملية الديمقراطية التي الجميع و منهم وفي مقدمتهم التيار الصدري قدموا تضحيات وجهود لتعزيز هذه العملية السياسية والوصول بها إلى الوضع الحالي. أيضا في الأمر مسألة أخرى، طبعا الخطاب هو موجه من السيد مقتدى الصدر لأتباعه بعدم المشاركة، وهم بالارتباط بالطاعة ينفذون هذا الأمر. لكن مسألة الذهاب إلى أمرين أساسيين، إلى مسألة من يريد أن يختار أن يشارك وهو كان محسوبا على التيار الصدري، هل تكفل القوانين والدستور هذا الأمر للشخص بالاختيار ثم التلويح له أو الطلب منه بالانسحاب؟ هذا الأمر لربما يتعارض مع الحقوق الدستورية، وهو يتعارض مؤكدا، وإن كان هذا الأمر الذي ذكرتموه هو لم يصدر من السيد مقتدى الصدر لكن صدر من أطراف تحسب هذا. هذا الأمر فيه تقصد المهلة اللي حددها المرشحين، قائد سرايا السلام للمرشحين، النتيجة الحراك والانتقال ما بين الكتل والتحول ضمن عملية سياسية واحدة، هذا يحدث بالنسبة للجميع. لا بس هاي بها جنبة قانونية، يعني أنا الآن خليني أخذ المساحة اللي مساحة التيار الصدري، هاي بها جنبة قانونية، لأن تيار يعني سرايا السلام هو تشكيل عسكري، وهذا التشكيل العسكري هو جزء من الحشد، فما يجوز الواحد أن يروح يرشح وهو ينتمي إلى تيار. حتى هذا الكلام، هاي المفردة اللي صدرت، لا أول هو قال لسرايا السلام، لا هو هنا بالنسبة بالمناسبة من ينتمي للمؤسسة العسكرية والأمنية، الشروط المفوضية أنه يتخلى عن هذا الأمر بإجازة أو بتقديم الاستقالة، فبالأساس من شارك لابد أن يكون هو من ضمن ضوابط المفوضية. نحن نتحدث هنا، الإشارة ليس عن الانتماء الوظيفي، نتحدث هنا الإشارات عن الانتماء
الفكري أو العقائدي. فبالتالي هذه الآن دكتور الآن نتحدث عن شرعية هذه الانتخابات في غياب التيار الصدري. أو من ناحية، هل هناك شرعية لهذه الانتخابات في غياب جزء مهم من الشيعة؟ لا، أولا بالنسبة لإشارة السيد مقتدى الصدر هي تشير إلى أن ضعف المشاركة سيقلل من شرعية الانتخابات والعملية السياسية، ولكنه لا يلغيها ولا يسقطها. نعم، تعرفون أنه نسبة المشاركة مهما كانت هي تعد انتخابات مقبولة، وهنالك دول في العالم كانت انتخاباتها بنسب متدنية. زين، هاي التحذيرات اللي أطلقها قبل شوية إبراهيم الصبيدان وقال أنه المفروض تكون الانتخابات الأفضل أن يكون التيار الصدري مشارك في الانتخابات، وإلا هو أشار لبعض الأشياء قد يكون جزء منها شنو تحذيرات قوية، صح؟ يعني بالتأكيد. زين، الآن لما تكون هذه التحذيرات ليش ما حاولوا الإطار، والمشكلة مع الإطار، ليش ما حاولوا التواصل مع السيد مقتدى الصدر أنه يقنعوه بالعودة إلى المشاركة بالانتخابات من جديد؟ ليش ما بذلوا جهد خلال هذه الفترة لعودة التيار الصدري للعملية السياسية بدون هذا الإخلال؟ هسه مجرد غياب التيار الصدري هو هم يسبب مشكلة. الأمر أولاً هو قرار واختيار السيد مقتدى الصدر، لم يكن هنالك لا فرض ولا إملاء ولا تأثير في هذا القرار. زين، مسألة الدعوات لعل أكثر من دعوة علنية ظهرت من الأطراف المتمثلة في الإطار برغبة، على الأقل علنية. زين، الله يعلم بالنيات، أنه الرغبة بأن يكون التيار حاضر، لكن قرار التيار بعدم المشاركة في الانتخابات فيه تفهم بالبعد الاستراتيجي. مثلا الطرح الذي تبناه التيار في الفترة الأخيرة مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية بأنه لن يشارك من صنفهم بأنهم فاسدون وتبعية بالنتيجة هذه الأوصاف، هو لا يمكن أن يتخلى عن هذه الشعارات التي بقي بها إلى آخر المشوار وأعلن انسحابه من السلطة التشريعية، بأن يذهب إلى انتخابات محلية. هذه الانتخابات لن تعطيه التفوق الكامل لكي يشكل حكومات محلية بصورة منفردة، وبالتالي سيضطر مهما كانت نتائجه إلى التحالف، وبالتالي هو يتخلى عن شعار قدم له ما قدم بانتخابات البرلمانية، فبالتالي هذه مفهومة. لكن هنا الجنب أكبر من هذا، طرح السيد مقتدى الصدر أكبر من هذا. سيد الصدر قاعد يتحدث بشكل علني، اكو فساد، اكو تبعيه، اكو ناس فاسدين، اكو ناس قاعد يطقها طقه طق. جيد، هو هنا السؤال، هذا الخطاب الفساد والتبعيه مقصود به طرف معين، مكون معين، ام الجميع؟ واضح انه المقصود به طرف معين، مكون معين. ليش هو هذا المقصود؟ هذا المقصود بالنتيجه. الان الدعوه بعدم المشاركه هل ستؤثر على مرشحي الأطراف الأخرى زين أم لمكون معين؟ هذا أولا. المسألة الثانية، الأطراف التي يصنفها سيد مقتدى الصدر بأنها فاسدة وتبعية هي ليست الوحيدة فقط المشاركة في هذه الانتخابات، هنالك أطراف أخرى شاركوا بعنوان المستقلين، أيضا هنالك أطراف شاركوا بعنوان المدنيين، وهؤلاء بالنتيجة هل يحسبون ويحكمون بحكم الفاسدين؟ والبعض منهم وبنسبة كبيرة هم لم يشاركوا في السلطة التنفيذية. واضح أستاذ غالب. الآن مقاطعة تقريبا، احنا عندنا كانوا بالانتخابات البرلمانية 900 ألف أو أكثر كانوا في ذلك الوقت دول أصوات التيار الصدري اللي فازوا بها بالبرلمان وبعدين انسحبوا. عندنا 900 ألف شخص من الشيعة منسحبين. إذا قسنا على الانتخابات السابقة فنسبة المشاركة كانت جدا ضعيفة، راح تجيك الآن الانسحاب، هذا انسحاب التيار الصدري، إيش قد راح تكون هذه الانتخابات لو ممكن تصير بها توقعات غير توقعات؟ والله أنا حسب اعتقادي أنه الإقبال على الانتخابات ما راح يكون قوي، وحتى هناك تخوفات حسب المعلومات المسربة من الإخوة
بالإطار وتقدم، لأنه ربما يعانون من انتكاسة في هذا الجانب، وربما فإذا جاء التيار الصدري وفي نفس الوقت انضم إلى هذا المقاطعة وإلى هذا الجفوة حتما راح يكون عدد لكن هذا لا ينفي شرعية الانتخابات. ما ينفي يعني لو واحد يرشح ينتخب خلاص، هذا ما ينفي شرعية الانتخابات زين. بس أنا هيك أتصور أنا مثلا هيك أقول مثلا للسيد أبو هاشم أقول له سيدنا لو فرضنا 1,000,000 أنتم تشتركون بالانتخابات ها وكلكم تعطون بطاقة بيضاء، هذا يسقط الانتخابات أصلا، هذا يشوش أصلا، يخلي نقض من داخل الانتخابات. يعني هو السيد ما لعبها زينة بالقضية، هذا في رأيي يعني زين. لعبتها الزينة هو أن أدخل وأعطي بطاقة بيضاء، هي البطاقة البيضاء هاي راح تسقط، خصوصا إذا صار تقارب أو صار تناسب بين عدد البطاقة اللي هي عليها تأشيرة نعم وما بين الانتخاب البطاقة البيضاء، راح يقول لك هاي شو انتخابات أصلا. فهذا في اعتقادي إلى أنه اللعبة الديمقراطية بهالشكل هذا، هاي هو اثنين. الشيء الثالث ربما السيد مخلي بباله هاي القضية إلى أنه بما أن هناك جفوة وهناك عزوف عن هاي الانتخابات وهو عنده مجلساته، فإذا أضاف إلى هذا العزوف الاجتماعي هو عزوف جماعته، هذا راح يقلل قيمة الحكومة بعيون الناس زيان. وهذا صحيح تمام، لكن هل ينفي شرعيتها ديمقراطيا؟ ما ينفي شرعيتها دوليا، ما ينفي حسب قوانين الأمم المتحدة، ما ينفي شرعيتها يعني. لذلك إذا كان في نية السيد إلى أنه هاي تنفي الشرعية، ما تنفي الشرعية أبدا نهائيا، لكن إذا في نية السيد إلى أنه هاي المقاطعة إذا صارت مضاعفة تقلل من هيبة الانتخابات وتقلل من هيبة المنتخبين، هذا صحيح إلى حد ما، لكن كمحصلة سواء كان هذه أو هذه هي انتخابات زين. مسؤول سرايا السلام وعلق عليها دكتور هاشم الكندي قبل شوية، دعا المرشحين اللي ينتمون إلى سرايا السلام بالانسحاب وأمهلهم 15 يوم، وإلا سيكون هناك رد. شنو رأيك بهالكلام؟ الرد هو شنو؟ إنه قصقص غير ترى. وشنو الرد؟ قصقص شنو يعني؟ شنو هو 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 شنو؟ إنه هذول شبيه القصقصة ينتخب يعني، مثل ما قال هو السيد عنده مبدأ القصقصة، لأنه إذا خالف الرأي، إذا خالف تصوراته، إذا خالف لأنه يطلع، هذا يطلع صك براءة ويقول أطلع بعد خلص يعني زين. لكن هي في الحقيقة هسه أنا هسه حتى اسمح لي حتى باللعب السياسي، لو هم دول يدخلون معارض يدخلون بالبرلمان ها وبنية والمحافظة بنية البناء وبنية كذا، وبنفس الوقت عنده جهة أخرى تعمل عمل المعارضة بالشارع، يكون لعب سياسي مرتب يعني. سيد سياسته لو أسود لو أبيض، وهذه ما تنجح، هذه ما تنجح بالسياسة. إحنا لا سياسيين أسود وأبيض ما تنجح. يعني قد حلو إلى أنه يكون عنده جماعة من عنده هو داخل البرلمان وداخل كذا وجماعة آخرين أخي هسا إحنا عندنا كان زمننا الإسلاميين من كنا نعمل عمل سري زين. عز الدين الجزائري الله يرحمه يسوي حزبين وما ندري، حزب العقائديين وحزب الشباب المسلم. حزب العقائديين يحارب العلماء ويحارب المرجعية بشكل، وحزب الشباب المسلم لا يتودد للعلماء وكذا، لعبها لعبة كل شيء. اللي هو ضد العلماء وضد المرجعية ويشوفها مقصرة يروح العقائديين، واللي هو لا لفتهم شلون اتجاهها وهواها هاي تريد سيد مقتدى بن محمد الصدور وعمامته يشتغل مثل هاي القصة، يحط له شكل هيك وشكل هيك. شي سياسة عم إبراهيم مدري أبو سياسة يعني تحكي الأخلاقيات والدمويات، لو تحكي للسياسة دا أحكي لك سياسة حجي، أنا كائن سياسي زين، دا أحكي لك بهالقضية هاي. لو أنا ألعب عليهم لعبة الرجل بالمعارضة ورجل بالكذا، هاي لعبة ترى حلوة رجل بالمعارضة ورجل خارج المعارضة، لعبة أول جميلة. أول واحد تقعد انت هنا بالاستوديو وتقول ها رجل بالمعارضة ورجل بالسلطة ورجل بالحكومة وظل رايح جاي. أنا انتقد بس هي تجيب نقش بالداخل، هسه ما جايب نقش هسه بالداخل وين؟ هسه ماكو معارضة، هسه ناس كلها سلطة، كلها حكومة، هسه كلها منو؟ هسه اكو من المعارضة؟ الناس تقول هالشيء بس كنتائج اكو معارضة هسه؟ اخي العزيز انت تقول هيك، انت تنتقد بس كنتائج ومحصول لا موجود بالمعارضة جايبه وخارج المعارضة. شنو المحصول؟ شنو المحصول؟ شنو المحصول؟ شنو المحصول ابو عمار؟ ها؟ شنو المحصول؟ شنو المحصول؟ قلت نتائج ومحصول، هسه نتائج فهمناها، المحصول شنو؟
باخذين الاذن كان ما يصور انه هذا سياسه حكومه واللي هو ضد الحكومه يقول لك لها سياسه معارضه شكرا مرتبه يعني ما يراد لك حلوه كلش حلوه شوف ايش حلاتك اليوم لعبه حلوه شوف ايش حلاتك اليوم ها شوف ايش حلاتك اليوم اه طيب ايش حلاتك لا والله دائما مو حلو بعدك مو حلو ها تفيده يسمعها ادري وانا اشوف سيد انا رقم الصفر تخليه واحد يصير عشرة تخليه سبعة يصير سبعين وين رايحين ابو زينب احنا وين رايحين بهذا الوضع زين هسه احنا انت اشرت الى اشارات مهمه واضح التوتر بدا يعني قلت انه راحوا على صور اعترضوا عليها على دعايه انتخابيه كذا كذا زين ينتهي الموضوع عند حد المقاطعه لو اكو ردود افعال ممكن تصير لا والله شوف هو السيد مقتدى اثر وانسحب من البرلمان يعني حتى على جمهوره صعبة يؤثر وأن أن أن يبقى بدون وجود سياسي في 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 المحافظات بس أنا قبل هذا عندي ملاحظة على كلام الأستاذ الفاضل أبو عمار أبو عمار الورقة البيضاء في هذه الانتخابات أنا أشوفها طبعاً أيدها كمبدأ سياسي قطعاً لو تم تطبيقها بشكل صحيح أولاً الانتخابات إلكترونية تصويت الكتروني والورقه البيضاء الكترونيا صعبه ثانيا جماعتنا تدري ايش قد ما تنطي ورقات بيضاء يمليها هذا شيء اخر بعد هذا شيء اخر فانت اذا صدري دكتور هذا شيء اخر بس انا بالاشوف مثلا افرض مثلا 50% قالين نعم و 50% ورقه بيضاء يعني معناها فتكار في الموجود هم مني عاوزون يجيبون يا خرب يتحملون المسؤوليه هو يتحملون المسؤوليه مشكلتنا في كل مره حسب تصور الانتخابات وصدقيه الانتخابات وبطاقات الانتخابات فانا اعتقد هذا المقترح يراد له مو هو كمبدا سياسي متفق وياك بس تعيد طرحه بطريقه لا ياخذونها الجماعه ويطيحون حظنا لا تصيروا كذا وداعة الدكتور اذا بوش تطلع هذا تلعب وبعدين ورقه بيضه وراها لعب عليها ورقتين بيضه كذا راح الناس تقول هاي شو كل شيء القضيه هاي تصير بانتخابات نادي الصيد من قاعدين 750 وما يلحق يوخر الورقه بس يمنا الجماعه بس يريدون ورق يجيهم اني حقيقه والله شوف يعني اني مره ثانيه اكرر موقفي واتفق مع ما تفضل به الاستاذ هاشم والسيد شابندر الانتخابات شرعيه لشارك شرعيه اي طبعا من ناحيه قانونيه شرعيه بس احنا اليوم انا اعتقد اكو وضع دولي اخر سيكون ما بعد احداث غزه يعني لن تبقى امريكا ولا اسرائيل ولا هذا محيط التطبيع ولا العالم انا اعتقد سيتم هناك لعب ثقيل في خارطه المنطقه بصراحه واللي ما يشوف هذا انا اعتقد يمكن يحتاج ان يروح يفحص نظره تمام وخصوصا الموقف العراقي باشكالاته المعقده اللي احنا نعرفها لذلك احنا ما محتاجين ان تكون هناك ازمه سياسيه عراقيه بالاخص ازمه شيعيه عراقيه وازمه بين اطراف ثقيله وتمتلك اسلحه انا لا اقول ان اسرائيل وامريكا تمتلك تاثير مباشر لكن بالتأكيد الذي يمتلك أدوات تحريك السوشيال ميديا والإعلام وإثارة الأزمات وفيالق الإعلام يستطيع أن يستغل هذه الساحة بشكل كارثي وخطير يستطيع وبصراحة أن يلعب في إعدادات المشهد السياسي طالما أنه يتمكن بالكثير من أدواته المالية والسياسية والشرعية أمام المجتمع الدولي والشرعية الدولية المشكوك فيها لذلك أقول أني من باب قاعدة دفع الضرر يعني إذا كانت هناك أي محاولة جدية لعودة التيار الصدري بانتخابات مبكرة فأنا أعتقد أنها أفضل بكثير من تجسير الانقسام الشيعي دكتور هاشم قال لك يعني قال لك أنا اليوم أوصفهم بالتبعية والفاسدين والمعرفة إيش وكذا سهلة كذا سهلة ثانية ما جت حالة وياهم فما ترهم سهلة سهلة كلش سهلة مو صعبة أكو تيارات سياسية موجودة غير الموصوفين بالوصف في المشهد بالمحافظات أكو طبعاً أكو تحالفات مدنية وأكو تحالف الأساس وأكو تحالفات وأكو مدن مختلطة زين. عندك بغداد وعندك ديالة وعندك صلاح الدين يعني أنا اليوم إذا أريد أرتب
قطع الدومينو او قطع الشطرنج اقدر ارتبها بسهوله، انسحب له من بغداد وانسحب له من ديالى، مو اكو بديل اخر لتشكيل التحالفات واداره خارطه التحالفات واعطاء محافظات لقوى سياسيه من نوع معين والانسحاب لقوى سياسيه من نوع معين. بصراحة هذه عمليه. وبعدين بصراحه، بس خليني اقول لك بصراحه، التيار الصدري اذا وصل الى نقطه مسدوده انه ما عنده اما ان يتحالف، هو ممكن ان يعيد النظر ان يتحالف مع بعض القوى داخل هذا العنوان الكبير المسمى الاطار، لكن اما ان وصل الى ان يتحالف او ينسحب فسوف ينسحب. زين هسه هو الانسحاب حاصل، بس يعني استاذ ابراهيم، لا قصدي ينسحب من اختيار محافظ لمحافظه ويعطي المحافظ للاخرين بكل سهوله. هذه ليست العقده في المنشار لمن يريد حلول في السياسه. طالما اننا نتكلم في السياسه فهذه ليست العقده في المنشار. ما طرحه الدكتور هاشم مع كل احترامي هو وضع العقدة في المنشار ووضع الحصان قبل العربة. تمام. وأنا في الوضع السياسي العراقي لا أتمنى ذلك. زين بصراحة كلش يعني بصراحة. أفد ملاحظة خاف أنساها. إيه. يعني السيد من يقول ذولا حرام كل أنا أتفق وياه. بس هذا لا يعني عدم يشوفه، يشترك حتى يصحح المسار، يشترك حتى تدخل منافسة ويا ذولا اللي شوي يريد ملائكة يجون. وتركها لهم. ها؟ يعني يجون ملائكة حتى يشترك وياهم. أبو عمار إحنا خسرنا أكبر كتلة معارضة ستكون في التاريخ السياسي. زين. لو باقي التيار في البرلمان. لو باقي. أستاذ إبراهيم الآن الإطار مستفيدين من هذا القرار لو لا؟ أنا خل أقول لك مو كل قوى الإطار بصراحة. وخل أقول لك بما أعرف. حتى من يعاديهم السيد مقتدى الصدر يفكرون بطريقتي، يعتقدون أن الأفضل عودة التيار. وأن حتى اللي عاديهم فعلا. ماذا تقصد اللي عاديهم؟ يعني المالكي والعصائب، عود المالكي والعصائب يعني عندهم اعتراض واقعي على عودة التيار الصدري بالتأكيد. لا يعني المالكي طرفان معنيان مهمان باستقرار يعني السياسي. المالكي الآن يريد عودة التيار الصدري مثلا. أنا نيابة عن المالكي، المالكي أفضل أكثر واحد سيرحب بعودة التيار الصدري. يعني احنا العصائب ولا حتى العصائب يعني تأكيد العصائب هم جزء من المدرسة الصدرية ويحملون ولاء صدري للسيد الشهيد، وبالتالي أنا أعتقد أنهم أفضل من يفكر من الانتقال إلى تنافس سياسي بدل من فكرة الصدام في الشارع كما حدث في العمارة وكما حدث في البصرة أول من أمس. هذا خطر يدق كل الأبواب، إحنا ما مستعدين لهذا الخطر. خلي دكتور هاشم، هذا خطر اللي هو عفوا خطر اللي بالنسبه لعدم المشاركه. هذا مبالغه بالتوقعات اولا بما يتعلق بعدم المشاركه والتحذير من المشاركه. انا اقول بالنسبه للخارطه الانتخابيه اذا استثنينا بغداد فان المحافظات الوسطى والجنوبيه لن تتاثر كثيرا. هي ذات الاحزاب الان بهذا التمثيل، الأحزاب اللي يسميها التقليدية التي توصف بأنها فاسدة ستكون أيضا هي بتقسيمة فيما بينها، وهي دخلت على هذا الأساس وأعلنت بأنها ستتفق ما بعد الانتخابات. زين. التأثير الأكبر سيكون في بغداد. في بغداد لن يكون هنالك انعكاس حقيقي في التمثيل بما يتعلق بالمكونات. وهذا إن كان هذا الخطاب بما يتعلق بتمثيل المكونات كفائزين في المرحلة السابقة لربما يعني الكثير، الآن حتى بمن يريد أن يستغل هذا الأمر بالخطاب الانتخابي لن يؤثر كثيرا، لأن المصالح السياسية اليوم تغلبت حتى على ما يسمى بالدفاع عن حقوق المكونات. أصبحت الأحزاب تتفق على مصالحها. ولعل في إشارة وتجربة ميدانية بما يتعلق بأهمية مشاركة الأخوة في التيار الصدري بأن يختاروا من يجدوه جيدا ويكون ندا ومحاربا للفساد والفاسدين كما يقولون وهو ما يريده الجميع. وبالمناسبة لا أحد الآن يقول بأن من يتواجد في الخارطة الانتخابية هم ليس لهم أخطاء، بل لهم أخطاء وأخطاء واضحة أيضا مشخصة. شو أخطاء؟ فقط شو أخطاء؟ فقط الواقع. شو أخطاء؟ أنا أقول أخطاء.
شنو أخطأ؟ لديهم فساد، لديهم تقصير، لديهم تقصير سيما المصلحة الخاصة. واحدة يعني من هو الفساد خطأ مثلاً؟ لا لا، هو خطأ، خطأ وخطيئة. جيد، جيد، جريمة. أقول جيد، هذا الخطأ والخطيئة تذكر وتواجهه. زين، احنا ما نتحدث الان عن ثقل سياسي بالتجربه. عفوا دكتور غالي، دكتور عفوا استاذ محمد، بس اذا تسمح لي انا اقول لدينا تجربه ملموسه. خرجت التظاهرات بعناوين مدنيين ليبراليين مسميات اخرى، كلنا نتفق ما كان لهذه التظاهرات حضورا وتاثيرا وتغييرا لولا دخول الاخوه في التيار الصدر فيها. هسه بطريقه ما يسمى بالغطاء والوعاء او اي توصيف اخر. من تقصد تشرين؟ نعم، هي في حتى في تشرين. يعني تقول تشرين ما كان لتشرين من تاثير وحضور ووجود وتغيير الا بحضور الاخوه في التيار الصدري وكل التظاهرات فيما بعد. شاركوا بالانتخابات والتيار الصدري انسحب. بالتالي انا اقول هل الاخوه في التيار الصدري لا يجدون من يشارك في الانتخابات، هذه الآلاف من المرشحين لا يجدون فيهم من يمثل الإخلاص والوفاء في الجانب الخدمي؟ أنا لا أتحدث هنا عن جانب سياسي تشريعي. دكتور هاشم، والأخوة في التيار الصدري. لا أتحدث عن محمد. إشارات، بس اسمح لي فقط حتى أنتقل للأستاذ غالب. الإشارة اللي أشر لها إبراهيم الصميدعي هي انه اكو اشارات ميدانيه، الرجل قال لك انه احنا في وضع الان راح تتغير بالمنطقه هوايه، وهناك ردود فعل انتقاميه ستكون من ضمنها العراق بالساحه الاقليميه. فيقول لك احنا ماكو حاجه الان نصل الى صراع شيعي شيعي في ظل وجود اطراف تمتلك السلاح. قاعد يشير بوضوح الى امكانيه وقوع مشاكل بالشارع، وقد تصل هذه المشاكل الى دماء. حتى لا نغطي وجوهنا يجي بهالطريقه، هذا بشكل واضح. لا، الاستاذ ابراهيم طرح ما بعد طوفان الاقصى في حال توقف، يقول ان هنالك متغيرات، وهذا لعلنا كلنا نتفق به على اعتبار ان هنالك متغيرات كثيره في العراق وفي المنطقه. لكن انا اقول كان هنالك تحدي اكبر، وهو وجود احتلال، والأخوة في التيار الصدري قاوموا وبعد ذلك توجهوا إلى أن يكون هنالك لهم مشاركة سياسية ومقاومة سياسية. زين. وفي قرار المعلن في حينها دخلوا في الحكومات بعنوان الوزارات الخدمية. رفضوا الوزارات السياسية، قالوا بأننا لا نريد أن نتعامل أو نتاك أو نتواجد مع الأمريكان. وكان خيارهم محترماً ومقدرا، وأيضا كان مساهما في دعم العملية السياسية. إن الآن الحديث عن أصل العملية السياسية والعملية الديمقراطية، هذا الذي يطرحه الآن السيد مقتدى بعدم المشاركة وعدم منح الثقة لأي طرف كان بدون تحديد لمن يجدوه جيدا، هذا سينصب في إضعاف أصل العملية السياسية. وأشار له سيد مقتدى هو الرجل عندما يقول بأن عدم المشاركة، عدم المشاركة هو فيه إضعاف للشرعية وإضعاف لهذا النظام السياسي. هل الآن من المصلحة في ظل هذه التحديات المتوقعة أن نعزز هذا النظام السياسي أم نجعله ضعيفا في مواجهة التحديات التي هي يقينا تحديات لا تصب في مصلحة الشعب العراقي، أو إنها من أطراف أنا هسام لا تريد خير الشعب العراقي؟ دكتور أنا أعرف أنه عندك التزام آخر، وأنا جدا أشكرك على وجودك وياي، بس خلين يعني هسه أنت تأخذني إلى مساحة سياسية، أنا أخذك إلى مساحة خطرة قاعد يحكي عنها أستاذ إبراهيم الصميدة. فكرون بها السياسيين هاي على المدى البعيد، فهي ما بعد الطوفان قد تحدث في أي لحظة. إحنا عندنا ناس البارحة كانت أكو مشكلة عندنا. الآن نتحدث عن التزامات أخرى وتقدير للموقف واستعدادات، وهذه أيضا تتبع وجهات نظر ومواقف، وكل الأطراف، نقول كل الأطراف تدرك ما تفعل، وهي
أيضا لديها حساباتها الكاملة. زين. أنا أقول واجهنا تحديات أكبر وخرجنا منها. نعم البعض قد لا يتفق مع قدرات من يعلن المواجهة مقاومة تحديا ممانعة، لكن في التجارب السابقة كان هذا الأمر فاعلا وحاضرا. تمام. خدم السياسيون في أن يوصلوا بالأمر إلى أن يكون بمجل الاستقرار وعزة العراق وسيادة العراق. شكرا. وأنا أقول نحن حتى مع المقاومة التي نتبناها بكل عنواناتها نتفق معها عندما تكون في خدمة الدولة وفي خدمة سيادة العراق، لا نتفق معها وهي أيضا لا تسير في خدمة أي حكومة وهي أيضا طبعا. لا تتعلق بما يتعلق بمسألة. واضح واضح. عندك إشارة لكلام الدكتور؟ لو الدكتور يعني حتى إذا عندك إشارة إليه لازم أحافظ على وجوده ويانا بالبرنامج. لو تتحدث بشكل والله أنا في الملاحظة أقولها يعني بصراحة يعني ترى هو الخلاف ما بين التيار يعني بشخصية السيد مقتدى حفظه الله ويطار يا جماعة ترى هو خلاف بنيوي مو خلاف شخصي. زين. أولاً الإطار حزب أحزاب وخلايا وعندهم مشروع الدولة الإسلامية. السيد مقتدى الصدر مو حزب، السيد مقتدى التيار وعالم دين. زين. وعالم الدين وين والحزب وين؟ يعني ما يلتقون. هاي القضية يا جماعة خلي نبني عليها. تمام. مو نبني على ضدها. أعطيني المجال شوية. شكرا لك دكتور هاشم الكندي. شكرا لحضرتك. ضيوفك. عندك التزام آخر. شكرا لحضرتك. شكرا لوجودك وياي. شكرا لك استاذ. شكرا لحضرتك. شكرا. تفضل ابو. فهذا الخلاف بنيوي. وهذه المقاطعة هي جزء من هذا، هو انعكاس او شبه انعكاس لهذا الخلاف البنيوي. زين. كن على ذكر كلاهما نافي للآخر. وكل هو الاخ السيد مقتدى الصدر يقول انا اللي فضل عليهم. اولا انا كنت المسؤول الاول عن موازنه المعادله الطائفيه سنه 2006 2007. زين. اثنين انا حكومه المالكي او المالكي بالفتره الثانيه فوزه كان مو الى الفوز وانما الاياد علاوي. انا اجيت سوينا الكتله البرلمانيه. والشيء الثالث انا تنازلت عن الوزراء مالتي الى اخره. هاي التسريبات اللي صارت ترى هاي التسريبات هي نار تحت الرماد. تفهم شو؟ فالخلاف بيناتهم حقيقي خلاف بنيوي، اي محاوله لانه رأب الصد واحنا المذهب واحد واحنا شعب واحد ترى ما تجيب نتيجه. ليش؟ ما هذاك اخي دا اقول لك خلاف اخي باع لما طرحت اسماء وطرحت ترشيحات صارت اتصالات بين السيد مقتدى الصدر وبين المالكي وترشح السيد جعفر الصدر وصار حديث. وين صارت الهلاش؟ وين صارت ترتب عليها اثار؟ ترتب عليها اثار؟ هم يعتبرون انه اقتراح سيد مقتدى الصدر لترشيح سيد جعفر هو للنكايه بهم بطريقه او اخرى. احنا هذا لعب سياسي. فهذا الخلاف بيناتهم خلاف بنيوي. اخي العزيز لما قال لك انا رايي انه السيد لو يدخل يعني المعترك الانتخابي احسن من الاعتزال. احسن احسن. ليش؟ شلون احسن؟ لعده امور. اولا الى انه مثل ما تفضل الان يخفف من الازمه الى حد ما لانه وجود يعني هاي واحده. الشيء الثاني هو قد يقدم من خلال هذا. ما ممكن يقدم وهو خارج هاي القضيه، صعبه. زين شو اللي يقدم وهو خارج هذه القضيه، خارج هذه اللعبه؟ لو اشترك بالانتخابات وحصل فد شيء بالمجالس المحافظات قلها يكون وسيله. ليش هذا التخوف؟ يعني احنا شفنا في اكثر من مره واحد يعني يحكي ضميره في اكثر من مره صارت ازمات داخل العراق. نعم. وسيد مقتدى الصدر هو اللي وقف هذه الأزمات لأنه جمهوره مطيع وبتغريدة واحدة وقف ما لا يحمد عقباه. على بناء على هذا الشيء إذا بتغريدة واحدة يمكن أن يدخلون ويبنون. شنو يعني؟ مثل ما بتغريدة واحدة يطلعون، مثل ما بتغريدة واحدة خلال 48 ساعة ينسحبون. تمام لو تمام. تغريدة واحد الآن يقدرون يبنون وكذا. ثق واعتقد هسه لو يقول لهم يا ببلطوا الشارع من الكاظمية للباب الشرجي هسه يبلطوا بعشرة أيام. وش العلاقة قبل الحكومة؟ لا أخي العزيز مو احنا أخي العزيز شنو العلاقة؟ هو قائد تيار زين والقيادة رأسية
والتيار كل التيار عندهم قناعة كاملة إنه ما يقوله هو الحق دفهم شلون، وما يقوله هو العدل والإنصاف دفهم شلون. فإذا ممكن أن يتحول إلى قوة بنائية رهيبة بنيوي، لكن يا أخي العزيز الخلاف بينه وبينهم خلاف بنيوي إلى تاريخ تمام وإلى هوية وإلى طبيعة. يعني إحنا ليه يعني هو الحلبوسي والخنجر اثنيناتهم علمانيين واثنيناتهم سنة والخلاف بالتواصل زين لك هذه القضية زين يعني. زين عندنا انسحاب صار من طالباني والبرزاني وأكراد وكذا وبناتي بتيجي هنا أستاذ غالي عندنا هذا كلام أستاذ إبراهيم أنا أحكي واقعيات ما أدري شو يسمونه تمام. عندنا أول بداية انسحاب من البرلمان، عندنا الآن ودعوة للمقاطعة ما بينات ما كانت إلا بعض الأشياء بسيطة إشارات للسياسة والله بسيطة. هي لم تكن بسيطة بصراحة لا طبعا أوه. يعني قبل الانسحاب كنا أن نذهب إلى أكبر صدام أهلي بعد الحرب الطائفية صحيح ها صحيح زين يعني وأنا بصراحة خايف يعني ليش يعني حتى أقول لك أنه أنت يجب علينا أن نستوعب الأزمة من أن تذهب بهذا الاتجاه بشكل واضح. من اللي يقدر يستوعب؟ المرجعية، الجار الشقيق، الأخوة أن يؤثرون على أنفسهم كما أثر مقتدى الصدر أثر وانسحب وسمح لهم أثر وانسحب وسمح لهم بتشكيل الحكومة ليصدروا بيان مجتمعين إن كنت سماحتك ترى أنك ستشترك ستشرفنا بالمشاركة في انتخابات جامعة موحدة فإننا نعلن عن تأجيل انتخابات علناً أو عبر القنوات. بس الموضوع مو كله يمشي على هاي العالم راحت. خلينا نحكي بكل صراحة. خلينا نحكي بكل صراحة. قرار البلد شيعي. سأوكي يعني أنا أقول لك أكيد يمكن سنياً قد نواجه نوع من المعارضة أنه حزب تقدم استثمر كثيراً في الانتخابات ومستعجل عليها لأن يعتبرها تحدي لإثبات سيطرته لإثبات نفوذه. أعتقد أنه المعني بالانتخابات ولربما الطرف الأكبر فيها سنيا بس أمام محاولة لعودة التيار الصدري فلا أعتقد أن السيد الحلبوسي يستطيع أن ينكر لفضل السيد مقتدى الصدر أنه اختاره على الأغلبية الشيعية الطائفية وكان أحد أسباب وجوده على رئاسة البرلمان بالتأكيد. بس السياسة مكاسب والآن عند الوضع ماشي بيد الحلبوسي حتى بالنسبة للأخوة الأكراد تدري وضعهم مختلف تماما ما مشمولين إلا في كركوك ومن التأكيد أنهم لا يمكن أن تكون كركوك تأجيل انتخابات في كركوك عقبة بصراحة موضوع شيعي. شكرا أستاذ إبراهيم الصميدعي، شكرا أستاذ غالب الشابندر، أشكركم مشاهدينا الكرام. Yeah, man.